السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم قبل أن نبدأ الموضوع تاعنا، ما تنساوش بارطاجونا الفيديو، اعطونا جيم كومنتير باش نبقاو في تواصل لإسقاط التبليغات السينيال تاع الهيشر تاع الحشرات الضارة. هذا مكان وين شاهدنا بالفيديو وين عيسى ماندي يعني وين خرجوا كيفاش يعني المتكلمين في لي كومونتير يعايروا في عيسى ماندي. حنا نعرفوهم مود لاعب خدم مع فايد، خدم مع ماندي اللي خدم مع فايد، خدم مع غوركيب، خدم مع رايفاتش، خدم مع ليكاس، خدم مع ماجر، مع الكاراس، خدم مع ماجر، خدم مع بالماضي، راه يخدم يعني 7 مدربين معاه، خدم معاهم نورمال، ما كاش اشكال. هو قال بلي الامور تسير بشكل يعني ممتاز مع المدرب فلاديمير. شاهدنا لي كومونتير، ما تحمسش راسك خويا، شاهدنا لي كومونتير، الناس تعاير فيه. الناس تعاير فيه، واحد يقول له ما تنساش الخير تاع بالماضي، ما تنساش خير. مين بالماضي الناس اللي يخرجوا يقول لك دار فيكم خير، سي ولي خير اللي دار هذا، خلص جا خدام زهرت له في 7 تاع لي ماتش ومن بعد تربحوا دو كوب دافريك، ما كان والو، كان كاسو ماتش باراج ما كان والو، تاعش خير هذا جا خلص تاعش خير، خدم باطل ما يخدمش باطل. نلقى حايل يقول لك انا شفت لي كومونتير واحد يقول لك ماك ماندي ما تنساش خير بالماضي، تعش خير بالماضي، بالماضي ميجا صاب ماندي، بالماضي ميجا صاب ماندي. انا مانيش فاهم هذا الخير، كي ربدو معاه من الرمله صابو يطلع في الرمله يبني بناء معاه، صابو يربد في الباربا في البريك ربد معاه، انا مانيش فاهم هذه والله مانيش فاهم. تاع دار فيكم خير كيما خطرة التربص الأول تاع مارت، وراه بالرحمة يضحك مع عوار، يخرج هذاك مسيلمة الكذاب اللي يصنع البوراك، قال له بالرحمة ما تنساش بلي بالماضي هو اللي ردك اللي كيما حار، هو اللي جابك، ما على بالوش بلي بالرحمة جا في 2015، قال له بالماضي هو اللي جابك ليكيب ناسيونال، أنت مكانش اللي كان يعرفك، دار فيك خير، ما شتو تاع دار فينا خير. يسامناش حنا يا والله ما زعمت حاجة، بنادم تصلت لي كومونتير غير هما اللي قالوهم، قالوها لابراهيمي كيما نهار ذاك الحمار هذاك بو كلبة، ولا يقول له ابراهيمي انت جايح بالماضي دار فيك خير، كون شي هو انت ما تكحش على كوب دافريك، صح بالماضي جا ابراهيمي جا 2012 2013 جا ليكيب ناسيونال، ما زعمت انا والله ما زعمناها كاع. ومن بعد خرجوا ولا يقول لك هذو اللعابه تاع بالماضي، هذو اللعابه مشي تاوعكم، ما فهمت انا والله ما فهمنا كاع، والله العظيم ما فهمت عقليه. اللعابه اللي راحوا خلاهم لورد ودار كوب ديموند خلاهم، قالوا له فاني قالوا هذوك اللعابه تاع اخر، ما فهمت انا والله. وين وصف قائد المنتخب الجزائري عيسى ماندي شعوره بعد احتفاله بمئة مباراة بقميص المنتخب الجزائري، وقال ماندي في حوار خاص به موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن تمثيل القميص الجزائري في مباراة دولية واحدة أو مئة مباراة هو تجربة فريدة على حد قوله. يعني مشاهدنا التصريحات يعني تاع ذاك بن عمري وين يتهم باللعابه ويشكك في الوطنيه تاعهم، عيب عليك، عيب عليكم على بالك. وعاد ماضي بالذاكره الى الوراء واستحضر اول ذكرى له مع المنتخب الجزائري، حيث قال وصلت الى المنتخب الجزائري في نهايه عام 2013 في مواجهه بوركينا فاسو، لم اتمكن من اللعب حينها لكنني شعرت حقا بالأجواء تمثيل قميص الجزائري. وزاد أول مشاركة لي بقميص المنتخب كانت في المواجهة سلوفينيا، وهي لحظات مميزة في مسيرتي. المباراة اللي لعبتها كانت أول مباراة تاع بنطال الفانيك،
ويرى ماندي بأنه على مدار 10 سنوات مع المنتخب الجزائري عاش أوقات رائعة مثل مشاركة في كأس العالم والتتويج بكأس إفريقيا في مصر، كانت لحظات استثنائية على حد قوله، وخاصة عندما عاد اللاعبون للاحتفال مع الجميع في الجزائر. ولم يخفي المدافع الفرنسي ذاكرة الآلمة التي عاشها رفقة المنتخب الجزائري، حيث قال: عشت كذلك لحظات آلمة مثل خسارة على أرضنا ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم. ما قالش بلي بسبب قاسامة يا جماعة، شوية غبنتو مما قالش بسبب التحكيم وقاسامة. وأبدى ماندي سعادته بلغة بالغة باحتفاله بالمئوية مع المنتخب الجزائري، حيث قال في هذا الشأن: كانت لحظة مؤثرة جدا عندما احتفلت بالمئوية مع المنتخب الجزائري في ملعب 19 ماي بعنابة، وتركت أثر وتركت أثر في نفسي. وعن مهمة ركائز المنتخب في تسهيل اندماج لاعبي الجدد، قال: لقد استفدت كثيرا من مجيد بوقرة عندما وصلنا أنا ورياض محرز إلى المنتخب، وجدنا بعض الركائز الذين ساعدونا على التأقلم. وقال قائلا: بعد مرور 10 سنوات أرغب في تقمص هذا الدور وتأطير الوفدين الجدد ونقل خبرتي لهم. وتحدث ماندي عن وضعية المنتخب الجزائري مع التقني البوسني، حيث صرح قائلا: الأمور تسير بشكل ممتاز مع المدرب، ويعني في طريق الصحيح. وكشف ماندي بأن كل كان دائما يتفاهم مع جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الجزائري وعلى المنصب الذي يحبه اللعب فيه في المنتخب الجزائري. ويقول لهم: لا يهمني المركز الذي ألعب فيه، سواء على الجهة اليمنى أو في المحور الدفاع، والأهم هو تشريف الراية الوطنية. وأما بشأن الوافدين الجدد وطريقة تأقلمهم في مجموعة اللاعبين الجدد، جاءوا بتواضع كبير ورغبة قوية وطموح أكبر، ويحافظون على الاحترام خارج الملعب، وهذا ما جعل المجموعة منسجمة. وختم ماندي كلامي بالإشادة بالجمهور الجزائري، حيث قال: رغم الصعوبات التي مررنا بها مؤخرا، فقد كان الجمهور الجزائري دائما إلى جانبنا. الجمهور الجزائري شعر بأن هناك مرحلة جديدة، مرحلة انتقالية بدأت في المنتخب، وهذا ما يتجلى في النتائج الإيجابية التي نحققها. سمعتوا ولا ما سمعتوش كرين لسانة تاع المعيز؟ سمعتوا ولا سمعتوش؟ طايحين على المنتخب الوطني، يضرب ضرب ضرب ضرب، هذا منتخب 12 اللي فيه مدرب. ها والله، انت تناصر في مدرب؟ هذه بلادك، هذه بلادك يا صاحبي، بلادك انت، بلادك يا سي محمد، انت مهبول ولا مالك؟ بلادك يا صاحبي، ها او تكت على بلادك كي سايله هذه على بلادك، تحضر تمحو كل الكلاب، او تقول كلاب طلقوهم في فيفري كانوا مربطان، او طلقوا كلابكم صوحا مالكم مالكم نورمال، هذه بلادكم، ومدرب يروح مدرب يجي، بنت لكم باللي صايك صايق، مكاش بنتكم صايق، مكاش تربحوا صايق، مكاش قاع والله، لا بنتكم مكاش قاع، عيب عليكم، هاي بلادك يا صاحبي، انت كي تحكي معك طايح خشين، مسو كي مسو تا فور، انت شكون؟ غير قول لي انت شكون؟ طايح خشين مسو انت حاجة كبيرة، خلاص داروا اللي بالكم راه يهدر.
والله لا إله إلا الله.